صباح الخير، شو اخباركم بنات؟ طمني عنكم، يا رب تكونوا باحسن حال وانتم عم تشوفوا هذا الفيديو. واخيرا واخيرا اجى الصيف وبلشنا هيك نقعد على البرندة دائما، لانه اطلالة البرندة عنا كتير حلوة وكتير رايقة. بس للاسف من يومين اجت موجة شوب كتير قوية، حرقت كل هالزهر الناعم كلياته، القرنفل والاخوان كتير احترقوا. فقالت لي رفيقتي اذا قصيتي الزهر الميت تعطي فرصة للبراعم تطلع أقوى. فقلت اليوم بدي أجرب وبدي أشيل كل الزهر الميت والورق الميت كمان والبراعم كمان اليابسانة، وراح أشيل الزهر بفترة الشوب، يعني مثلا من الساعة 11 للساعة 3 أو الساعة 2 راح أشيلهم من عدراب ضمن البرندة مشان ما يحترقوا، وراح خليهم على جنب بالفي، والعصر برجع بعلقهم. ومثل ما شايفين هدول السطورة كتير كتير سهلين بالتعليق، بس بكفي انك تعلقيهم على هذا الحديد وعادي، ما في داعي تثبتيهم باي شيء لانه كتير ماكن والبلاستيك تبعهم كتير كتير ما قوي يعني ان شاء الله. وكمية الزهر اللي طلعت ميتة بصراحة كتير زعلتني لانه طلعت كتير كتيرة، وانا ما بحب شوف زهر ميت او زهر دبلان يعني. بس طلع شكل البرندة بعد ما تنظفت وتنظفت الزريعة كلياتها كتير كتير حلو. وهي طقم القعدة اخدته من اكشن، سعره كان يمكن 122، بس كتير حلو، قعدته مرتبة والحديد تبعه كمان كتير مرتب وما كان مانو مثل التنك، كتير حبيته. اذا بدكم فيكم تشتروه من الاكشن، فيكم تطلبوه اونلاين، وكمان فيكم تطلبوه تروحوا انتو على المحل تشتروه يعني. فخبروني، اكتبوا لي بالتعليقات شو رأيكم بالقعدة وكيف صارت، انا كتير كتير حاببتها. وعلى فكرة الترابيزة كمان اجت مع القعدة مشان تضمنوا انه الطقم بيجي معه كل شي بتحتاجه. ويلي عايشين بألمانيا بيعرفوا قديش ما في حشرات ودبان بألمانيا بالصيف، وهذا المنخل موجود كمان بأكشن كتير منيح لأنه المغناطيس تبعيته كتير قوي، بيسكر فورا لحاله، كتير حبيته. كمان إذا بدكم فيكم تشتروا، في منه كتير قياسات. بما انه في عندي كتير شغل لسه، فقررت انه اشرب قهوة كافئ حالي شوي ارتاح، وبعدها بقوم بكمل. فبدي اعمل فنجان نسكافيه باردة. بس هاي القهوة انتبهوا بنات، انا مو دايما بشربها، يعني كتير قليل لانه كتير بتسمن، فيها حليب وفيها لاتيه ماكياتو وفيها كمان كريمة القهوة وفيها كريمة وسكر، فهي مانا كتير حلوة بس فيها سعرات حرارية كتيرة، فانتبهوا بنات. هاي الطريقة من لما بلشت أعملها ما بتتخيلوا شو ريحت لي بالي. أنا كتير بكره وما بحب وبيستفزني موضوع إنه زوجي أو ابني ياخدوا معهم أكلات جاهزة على الشغل، أو مثلا زوجي يشتري أكل من برا هو بالشغل، هاي كانت كتير بتزعجني. فبالعادة أنا كنت أعمل لهم سندويش كيك هالقصص هي يعني. فمن فترة بلشت إنه جهز لهم فطاير، كمية فطاير يعني لأسبوع، وكل يوم سخن لهم شوي بالفرن يعني عدد يكفيهم لفطور، وهيك بصيروا بياخدوا معهم مثلا لبن وشوفان فواكه كمان، وكمان بياخدوا معهم. فهيك هن كتير عم يحبوا الأكل وعم يكون متنوع، لأنه عم بعمل كذا نوع فطاير، أحيانا سجق، أحيانا بيتزا، جبنة، زعتر، والزعتر بصراحة ما كتير حبوه. وكمان عم بعمل لبنة، بس اللبنة ما حبيتها أنا كمان، كانت شوي ناشفة، فما بظن إني بقى رح أعمل لبنة. بس البيتزا وال فطاير الجبنة والسجق كتير كتير عم يحبوهم، فخلص قررت انه اعتمدهم كل اسبوع واعمل لهم كمية بتكفي لاسبوع لحتى يصيروا ياخدوها معهم على الشغل والروضة. اذا انتو كمان بتعملوا هيك اكتبوا لي بالتعليقات، واكتبوا لي حشوات طيبة للفطاير
مشان كمان ما يصير يملون الفطاير. هيدي كمان العجينة كتير حبيتها، هشة بطريقة مو معقولة. بتعرفوا أنا جربت كتير كتير أنواع عجين ودايما تطلع معي كتير مثل الآسية مثل الجبصين، فكتير كان يزعجني هذا الموضوع واتضايق أن الفطاير والبيتزا ما بتزبط معي، لحتى جربت هاي العجينة وكتير حبيتها. هلأ هي تماما مثل عجينة العشر دقايق أو مثلا عجينة الفطاير، بس أنا ما بعجنها بمي أبدا أبدا أبدا، بس بحليب وما بضف لها زيت، بضف لها زبدة. هذا الشي بيخلي العجينة تكون بيضة، وكمان بيخلي العجينة تضل هشة. قد ما ضلت بالبراد أو بالثلاجة بتضل، بس طلعتوها من البراد بتصير العجينة هشة وطرية كتير. فجربوا هاي الطريقة وخبروني. بنات نصيحة من أم، لا تخلوا ولا فرصة تروح منكم أنتوا عم تحاولوا تعلموا أولادكم، وخاصة الصبيان. وهلأ بحكي لكم ليش الصبيان، أنه يعبروا عن مشاعر الحب لأبائهم. وهلأ بقلكم ليش الصبيان، لأنه البنت دايما دايما هي مدللة عند أبوها، ودايما هي بتعرف قديش أبوها بيحبها، وأبوها بيعرف قديش هي بتحبه. بس الصبي دايما في عنده خجل أنه ما بصير يعبر أو يعبر كتير، لأنه هو شاب بالأخير أو صبي بالأخير. فأنا بحس أنه كتير ضروري الأب يعرف قديش ولاده بيحبوا، لحتى هو يكون فخور بتربايتهم، ولحتى هن يكونوا بيعرفوا قديش أبوهم مقرب منهم. فاليوم ابني قرر من الصبح بده يعمل مفاجأة لأبوه بمناسبة أنه أفضل أب بالعالم. في أفضل وأحلى وأبرق من هيك يعني حب للأب؟ وأنا بنفس الوقت قررت أنه جرب القوالب الجديدة اللي اشتريتهم من تيمو، وكمان بدي جرب كيكة جديدة ما سبق وجربتها، بس سمعت انه كتير كتير طيبة، هي كيكة البرتقال. اول شي فرمت برتقانة واحدة كبيرة او تنتين صغار، خفقوهم كتير بس ما لحتى يصيروا عصير مشان ما يمرمر القشر الداخلي، بس هي كانت نتيجة كتير منيحة. كمان ضفت لها كاسة سكر، يعني استخدمت هاي الكاسة كمعيار لكل شي، وكاسة زيت. اول شي خلطت كل المكونات السائلة وبلشت ضيفة للطحين. كمان أنا ضفت ظرف فانيلا وبرش ليمون حامض، بس ما صورت هاي النقطة. بلشت ضيف الطحين بالتدريج مشان ما يسمك القوام فجأة وتصير قاسية ويتشقق وجهها. بلشت ضيف كل نص كاسة طحين بالتدريج سوا ونقلب، وضروري تقلبه بمعلقة السيليكون، يعني ما تضربوه على خلاط الكهرباء، هيك أفضل مشان تعبي هواء وتنفخه منيح. بعد ما ضفت كل كمية الطحين، هاي الخطوة بنات ضروري تعملوها آخر خطوة قبل ما تحطوا الكيك بالفرن، إنكم تضيفوا ظرف كمبودر واحد بس، تطحنوه كتير منيح مشان تتأكدوا ما في أي تكتلات، وبعدها بتضيفوا ظرف الكمبودر وبس تخلصوا تضربوا القالب ضربتين لحتى تطلع كل الفقاعات لفوق ويبطل في هاي الفراغات الكبيرة بقلب الكيك. تمام. وكمان نصيحة، لا تخلطوها بخلاط كهرباء مشان ما يخفص الكيك. تدهنوا بالأخير قالب السيليكون يلي الكيك بزبدة، ما في داعي لورق الزبدة أو للطحين نهائيا أو طحينة، بكفي تدهنوا بزبدة، وحتى فيكم تستغنوا عن الزبدة.
بتفضوا كل الخليط بقلب القالب، وبعدها رح حط القالب بالفرن. هلا بقالب السيليكون بياخد اكتر من قالب الالمنيوم او المعدني، يعني بضل الكيك حوالي 50 دقيقة على حرارة 160 ل 170. تمام، وضروري كمان تعبوا الصينية مي. وانا ما صورت لكم كل الخطوات، بس شوفوا هالشكل الكيك بالاخير. اول شيء القالب يا دوب هيك لزق من الطرف، ويمكن لان انا فضيت القالب هو ساخن حتى، بس النتيجة كتير كتير تمام وكتير حبيت، احلى حتى من قوالب الالمنيوم. والكيك بيضل كتير كتير هش وطري. انا بدي زين قالب الكيك، فرح اتركه شوي لحتى يبرد، ورح بلش جهز الخلطات. اول شيء فرمت موز، قصيت القالب بالنص، ووجه الكيك حطيت لتحت مشان يطرى شوي مع الكريمة والفواكه. حطيت كريمة شانتيه أو كريمة الفانيلا، وكمان حطيت فوق موز، وهذا شكل الكيك من جوا. شايفين هدول قطع الليمون اللي كتير صغيرة، هاي رح تدور دوار عليها أنتوا عم تاكلوا الكيك على قد ما أنا طيبة. حطيت القسم الثاني من الكيك، وبعدها هلا رح بلش مد الكريمة كلياتها. بس بعد ما مد الكريمة، لأن القالب لساته شوي ساخن وأنا ما في معي كتير وقت، ابني مستعجل على مفاجأته كتير، فبدي مد الكريمة على وجهه، وبدي حطها شوي بالتلاجة شي 5 دقايق لحتى تمسك الكريمة منيح وتقدر تتمسد معي. هلأ بما أن الكيك ساخن والكريمة باردة، فإذا تركت الكريمة بدون ما حطها بالتلاجة ما رح تتمسد معي، رح تضل هيك ملمسة خشن، فرح حطها بالبراد. شوفوا كيف طلعت كتير ناعمة، وبعدها رح ضيف على الأطراف شوكولا، اي شوكولا نوع عندكم موجود، عمار، نبرس، اي شوكولا موجودة دوبوها شوي بالكيس وعلى الاطراف فضوها، وبعدين حطوها بالتلاجة كمان كم دقيقة، فورا بتجمد معكم هاي النوعية. هلأ الزينة اختياري ومن المتوفر عندكم بالبيت، وحتى هاي الكيك كتير كتير طيبة بدون تزيين، بس أنا على طلب ابني زينتها، بس هي ما بدها زينة كتير طيبة لحالها، لأنه هشة وطرية كتير كتير وما بتنشف أبدا بسبب الليمونة يلي بقلب الكيك. فأنا رح ضيف كريمة، وكمان عندي شوية فواكه بالبيت، بدي ضيف مانجو هي متلجة وأنا دوبتها، كمان راح اضيف شوية برتقان بما انه الكيكة بالبرتقان، وراح خلي الفواكه كلها هيك بالوان الصيف يعني، وبالاخير راح اضيف هيك حبة مشمش، وهذا طلع شكل الكيك بالاخير. وتقييمي لقالب السيليكون بصراحة 100 من 10 على قد مو ظريف. لهون بكون خلص هذا الفيديو، انا هلا عم جهز الغداء وانتم كمان تغدوا، جيبوا نقراشاتكم وتعالوا شوفوا هذا الفيديو. اتمنى هذا الفيديو يكون ترك عندكم طابع ايجابي واستفدتوا منه ولو بشي بسيط، وأكيد إذا استفدتوا من هذا الفيديو لا تنسوا تكتبوا تعليق وتشتركوا بالقناة، وكمان تفعلوا زر الجرس. بشوفكم فيديوهات قريبة وجديدة إن شاء الله، وتضلوا بألف خير وصحة وعافية وسلام.